مساحتنا الأولى طبعا زي ما هي المساحة الطبية اللي بنحاول دائما نجاوب على كثير من الأسئلة والاستفسارات ويكون في استشارات لكثير من الأشخاص. اليوم رح نحكي أكيد عن العلاقة بين مرض السكري وأمراض القلب بمستويات السكر المرتفعة. طبعا مع مرور الوقت تؤدي المستويات العالية من السكر إلى تلف بالأوعية الدموية. طبعا لنعرف أكثر عن هذا الموضوع وبتفصيل خلنا أكيد نرحب بالدكتور حسن إبراهيم اختصاصي بالأمراض الداخلية وأمراض القلب. يسعد صباحك دكتور. يسعد صباحكم وصباح الخير لكم ولكل بلدنا. كل عام وانت بخير. تكون السنه الجايه سنه خير علينا وعليكم وعلى البلد ان شاء الله يا رب يا دكتور. كل عام وانت بخير ويسعد صباحك دكتور. يعني عم نحكي عن العلاقه بين امراض السكري والقلب، خلينا نحكي اول شيء ونعرف هي العلاقه بين المرضين. معروف هو مرض جهازي. السكر يعني ارتفاع سكر الدم صباحا على الريق اكثر من 110 ميلي جرام بال 100 ميلي لتر بالمصل، او بعض الطعام بساعتين اكثر من 140 ل 160 ميلي جرام بال 100 ميلي لتر، او يكون مخزون السكر او السكر التراكمي اكثر من 6 او من 5.5%. الان ارتفاع السكر بالدم يؤثر على كل عضو موجود بالجسم وخاصة الأوعية يلي هي بتغذي كل أعضاء الجسم، القلب، الدماغ، الكليتين، العين، الطرفين السفليين، الكلية، يعني هي الأوعية تغذي كل الجسم. فارتفاع مقادير السكر بالدم هو مرض يعني سيؤثر على كل الأوعية التي تروي هذه الأوعية هذه الأعضاء، وبالتالي السكري هو مرض جهازي رح يؤذي لي كل الأعضاء إذا كانت أرقامه مرتفعة بشكل أعلى من الحدود الطبيعية. بمعنى آخر أنه هو رح يساوي لي مرض بالقلب، رح يساوي لي مرض بالكلية، رح يساوي لي مرض بالعين، بالطرفين السفليين، بالأعصاب، بكل الأعضاء. وبالتالي أنا لحتى أتجنب هالاختلاطات وهالأمراض هاي لازم أنا أحافظ على سكر دم ضمن الحدود الطبيعية. وبالتالي أهم عضو هو يعني ممكن رح يأثر عليه هو العضلة القلبية والشرايين اللي بتروي العضلة القلبية. أنا بقدر أقول بعد هالتجربة الكبيرة أن السكري هو مرض قلبي بامتياز، هو مرض قلبي بامتياز، فكل مريض سكري هو غالبا مصاب بمرض قلبي. نعم. كمان دكتور بالنسبة للمرضى يلي بتناولوا أدوية السكر كيف ممكن تأثر على عمل القلب سواء بالسلب أو حتى بالإيجاب؟ الغاية دائما من معالجة الداء السكري هي منع الاختلاطات والمحافظة على أرقام سكر دم قريبة من الطبيعي. هالشي رح يكون بعدة وسائل. أول شيء وأول وسيلة وأهم وسيلة هي المحافظة أو تغيير نمط الحياة بحيث أنه نحن نتجنب الأطعمة التي ترفع سكر الدم، ممارسة الرياضة بشكل دوري، ممكن نحن ندخل في المرحلة الأولى الأدوية يلي تنظم عمل السكر بالدم، وهي الأدوية كلها مفيدة للعضلة القلبية ولا تؤذي العضلة القلبية. الآن في المرحلة الثانية في حال عدم ضبط السكر ممكن نلجأ لأدوية ثانية، والأدوية متنوعة وزمر كثيرة، في منها زمر حديثة جدا هي تفيد القلب وتحسن المرضى وتحسن البقية عند أمراض القلب. إذا الأدوية هي لها فائدتين، أول فائدة هي ضبط سكر الدم، والفائدة الثانية وهي مهمة جدا هي المحافظة على العضلة القلبية. الآن في حال عدم ضبط سكر الدم لازم نحن نلجأ للأنسولين بدون تأخير أبدا، والمعالجة بالأنسولين هي معالجة ممتازة جدا بالأخير لضبط السكر. المهم نحن نحافظ على سكر طبيعي لحتى نحافظ على صحتنا وحياتنا وعافيتنا. وبالتالي معظم الأدوية التي تعالج الداء السكري أو كلها تقريبا هي مفيدة للعضلة القلبية. لكن أنا أريد نبه لشغلة أنه المرض القلبي عند مرضى السكري عادة يبدأ قبل ظهور الأعراض. هي الدراسات اللي فرجتنا انه ممكن يصير تعصد في الشرايين او اذيه فيها قبل ظهور اعراض يعني الداء السكري. يعني عفوا دكتور تنصح كل مريض سكري يفحص القلب بشكل دوري وبشكل دائم تحسبا للاصابه باي مرض قلبي؟ بالتاكيد نحن كل مرضى السكري يجب تقييمهم من الناحيه القلبيه
للحقول دون إصابة هدول المرضى بأمراض عضلة قلبية. نحن من جملة الأعضاء التي تصاب في الداء السكري هي الأعصاب، فاعتلال الأعصاب ممكن أحيانا يوصلنا لمرحلة متقدمة من المرض القلبي الإكليلي بدون المريض ما يشكي من أعراض قلبية. والمؤسف أنه مرضى السكري تحديدا ممكن يصير عندهم نوب قلبية أو احتشاءات عضلة قلبية بدون ما يشكوا من أعراض الجلطة اللي بنشوفها نحن عادة. طب خلينا نحكي كيف مثلا ممكن نضبط السكري بالتحديد مع عمل القلب دكتور، شو هو الآلية العلاج ممكن تنصح فيها اللي معه هالمرضين المتزامنين؟ أنا بالأساس إذا بدي حافظ على العضلة القلبية وعلى شرايين القلب بعيدة عن الأمراض وعن التصلب العصيدي وعن الاحتشاءات وخناق الصدر، يجب ضبط السكر بشكل جيد. يجب أن تكون أرقام السكر ضمن الحدود الطبيعية، صباحا على الريق أقل من 110 ميلي جرام، بعد الطعام بساعتين أقل من 140 أو 150 ميلي جرام. الخضاب السكري أو مخزون السكر أو السكر التراكم يجب أن يكون أقل من 6 تقريبا. فإذا أنا حافظت بكل الوسائل سواء بتغيير نمط الحياة أو بالأدوية أو إذا لجأت في الأنسولين في المرحلة الأخيرة، إذا أنا حافظت على السكري فأنا عم أحمي القلب، عم أحمي الكلية، عم أحمي الدماغ، عم أحمي الأعصاب، عم أحمي العين. معروف أن السكري هو يساوي اعتلال شبكية سكري يؤثر على الرؤية، يؤدي إلى اعتلال كلية سكري، يتطور في النهاية إلى قصور كلوي مزمن، يتطور في النهاية إلى داء وعائي محيطي وإلى اعتلال أعصاب سكري، بيصيروا شرايين الرجلين بيتضيقوا، وبالأخير يعني وأهم عضو يلي قلنا هو العضلة القلبية. فأنا إذا بدي حافظ على العضلة القلبية يجب أن أستعمل كل الأدوية المتوفرة بين يدي للمحافظة على سكر دم طبيعي لحماية العضلة القلبية. دكتور دائما نحن بنقول نمط الحياة الخاطئ، كثير من الأشخاص يمكن بيعرفوا كيف يضبطوا السكر لكن ما بيعرفوا أنه ممكن بعض التصرفات الخاطئة بتؤدي يمكن لتفاقم هذا المرض، ومثل ما قلنا بيأثر على القلب. تغيير نمط الحياة قديه ممكن يأثر فعلا على عمل القلب والسكر؟ نمط الحياة له دور كبير في الوقاية من الداء السكري وله دور كبير في الوقاية من أمراض القلب. على سبيل المثال هناك أمور كثيرة مرافقة للداء السكري، لا شك أنه هي الأمور يجب ضبطها بشكل جيد. الرياضة والمشي والحركة مفيدين كثير، انقاص الوزن، تجنب الدهون والدسم في الطعام لها دور كبير، تجنب الحلويات وخاصة الحلويات المحلات بزيوت مهدرجة هي لها دور كبير يجب تجنبها. المرضى يلي عندهم ارتفاع توتر شرياني يجب ضبط الضغط عندهم بشكل جيد. تجنب الملح في الطعام له دور كبير بالموضوع. كل هالعوامل هي المرافقة للداء السكري يجب نحن نشتغل عليها. التدخين هو يعني عادة سيئة جدا طبعا، وخاصة إذا ترافق التدخين مع الداء السكري فهو يزيد احتمالية إصابة العضلة القلبية بشكل كبير. تجنب الكحول له دور كبير أيضا بهالموضوع. إذا كل هالعادات وكل هالمرافقات للداء السكري يجب ضبطها ويجب العمل عليها حتى يبقى الإنسان في سكر طبيعي، في سكر دم طبيعي، والحقول دون إصابته بأمراض القلب الإكليلية والجلطات واحتشاء العضلة القلبية وخناق الصدر. طب إذا حكينا نحن عن نمط الغذاء والحياة بشكل عام، خلينا نحكي على تأثير أدوية السكري على مرضى القلب. هل نفس الأدوية بياخدوها مرضى السكري اللي معهم أيضا أمراض قلب، ولا لا في أدوية معينة ممكن تأثر على أو تتضارب مع أدوية القلب؟ معظم الأدوية التي تستعمل في الداء السكري هي مفيدة للعضلة القلبية ولا تؤثر على العضلة القلبية نهائيا، ومعظمها لا يتعارض نهائيا مع أدوية العضلة القلبية أو أدوية القلب أو خناق الصدر. فنحن كل الأدوية مسموحة في الداء السكري التي تضبط سكر الدم يمكن مشاركتها مع الأدوية القلبية، ولها وقسم كبير منها لها فوائد على العضلة القلبية. وبالتالي نحن لازم نستعمل كل الأدوية بلا استثناء حتى لو في أمراض العضلة القلبية. بالنسبة للعمر
دكتور، بتشوف انه العمر ممكن يكون عامل اساسي ومهم يمكن من زيادة حساسية المريض او احتمالية اصابة بمرض القلب او حتى الجلطات من لما يكون يمكن عمره اصغر ولسه يمكن بكامل قوته البدنية، ولا لا الاعراض ممكن تجي على جميع الاشخاص وبنفس مستوى امكانية اصابتهم بمرض القلب؟ لا شك انه العمر له دور كبير في تطور المرض القلبي، وخاصة في حال كون الداء السكري والداء السكري النمط الثاني تحديدا يعني له دور كبير في تطور المرض القلبي. كل ما كان عمر السكري أكثر وكان غير مضبوط فهو راح يؤدي لي إلى مرض قلبي، وبالتالي الأمراض العضلة القلبية خاصة الجلطات واحتشاء العضلة القلبية هي تكون معدومة أو قليلة جدا في الأعمار الصغيرة، وحتى عند المرضى اللي عندهم سكري نمط أول اللي عندهم سكري منذ الطفولة بنلاقي مرض القلب عندهم أقل. هلأ كل ما طال مرض الداء السكري كل ما كانت إمكانية إصابة العضلة القلبية أكبر، وكل ما كان إصابة شرايين المغذية للعضلة القلبية أكثر. فإذا المرض القلبي له علاقة بالعمر، كل ما كان أكبر من 50 أو 60 أو 70 سنة، وله علاقة بعمر الداء السكري كل ما كان صار له 20 أو 30 أو 40 سنة. نعم دكتور، طب شو هي التوصيات اللي ممكن أنت كطبيبة تعطيها لكل المرضى اللي عم بيعانوا من السكري والقلب؟ بشكل عام كل المرضى يلي عندهم سكري لازم نحن نضبط سكرهم بشكل جيد بتغيير نمط الحياة، بعدم الحمية الدائمة، نعم ضبط السكر بشكل جيد بالأدوية، بالرياضة والحركة والمشي، ويجب تدبير كل الأمور المرافقة للداء السكري كتجنب التدخين لأنه هو عامل خطر كبير، كتجنب المشروبات الكحولية لأنه هي كمان عامل خطر كبير، تجنب الدهون والدسم الغير مشبعة وهي ضارة ويجب الإقلال منها إلى أقل حد ممكن، انقاص الوزن والمحافظة على وزن مثالي له دور كبير في الوقاية من السكري والوقاية أيضا من الداء الإكليلي. إضافة لهالشيء ضبط ارتفاع ضغط الدم يلي دائما يجب تناول الأدوية الخافضة للضغط في حال وجوده وعدم قطعها نهائيا. سؤال دائما دكتور، الناس كثير بس يعرفوا انه هن مصابين بالسكر، لا شعوريا بيتحولوا لاشخاص رافضين لاي نوع من انواع السكر، وهون بصير معهم يمكن رد فعل عكسي، بصير عندهم انخفاض بالسكر. انخفاض السكر برايك دكتور هو له نفس اعراض ارتفاع السكر وتاثيره على القلب؟ لا شك انه نوبه انخفاض السكر او تغير الوعي التالي على التالي لهبوط سكر الدم هو مرض خطير على الحياة أحيانا. نحن هبوط سكر الدم ما بنشوفه إلا في حال تحول المريض للأنسولين. المرضى يلي عم ياخدوا أنسولين إذا كان أخذوا جرعة الأنسولين وما تناولوا طعامهم، أو إذا أخذوا جرعة زائدة من الأنسولين، هدول ممكن يكونوا يعني ممكن يتعرضوا لنوبة نقص سكر، وهي خطرة لا شك أنها خطرة. لكن بشكل عام ضبط السكر بشكل جيد سواء بالحبوب أو بالأنسولين هو هذا الهدف يلي نحن لازم نوصل له، وهبوط السكر ما له علاقة يعني هبوط السكر ما له تأثير خطير على العضلة القلبية. لا شك أنه العضلة القلبية تتغذى، لكن له خطورة على الإنسان يعني بشكل كبير. المرض القلبي الإكليلي يتطور بارتفاع سكر الدم وليس بهبوط سكر الدم. طيب دكتور، خلينا نحكي عن شوي عن الأخطاء الشائعة بما يخص مرضى السكري والقلب. كثير من الخلطات عم ياخذوا العشبيه او الطبيعيه او حميات قيل عن قال ايضا ممكن تاثر حتى الحبوب زينب، حتى هي الى خطوره بعض الانواع الحبوب المنحفه. فخلينا نحكي عن هي الاخطاء الشائعه اللي كثير عم نشهدها بالمجتمع وخاصه بما يحلل ويحرم لمرضى السكري. انا بدي احكي ملاحظتين مهمين، جبتي سيره الحبوب، انه الحبوب يعني ممكن ايش تقي من الحبوب المنحفة دكتور؟ الحبوب المنحفة، نعم. كل الحبوب التي تؤخذ لإنقاص الوزن ليس لها فائدة على الإطلاق، وهي عبارة عن دعاية وما بتفيد أبدا أبدا. ولو كان الحبوب تفيد كان المرضى البدينين ما عملوا قص معدة أو التجأوا إلى عمليات جراحية. فنحن بنستفيد من الحبوب الخافضة التي تنقص الوزن من تأثيراتها الجانبية فقط، والمؤسف أنه هي غالية الثمن ولها تأثيرات أحيانا سيئة جدا، يمكن باستثناء دواء واحد يلي هو الأورليستات.
هذا الدواء اللي ممكن تأثيراته أقل ما يمكن، لكن بشكل عام الحبوب لا تفيد في نقص الوزن أبدا. يلي بيفيد في نقص الوزن هو الحمية، هو الحمية يعني الإقلال والرياضة تماما، وهي تفيد أكثر من الحبوب بشكل كبير. لكن الموضوع الثاني أو الملاحظة الثانية يلي هي التناول الأعشاب. لا شك أنه الأعشاب يعني بالأصل هي الأدوية مأخوذة من الأعشاب، قد يكون لها دور أو تأثير في خفض سكر الدم، لكن ليست هي العلاج. العلاج هو العلاج المضبوط، يعني هو المحافظة على سكر دم مضبوط. يعني دكتور بالأدوية قولا واحدا، سكر مثلا قطعة حلو بعدها بيشربوا شاي بقرفة بدون سكر، انه القرفة بتضبط هيك، يعني هدول المعتقدات اللي نحن بنشوفها كثير فعلا. للأسف هي معتقدات كلياتها مغلوطة. انا ما باكل حلو، وبالعكس هلا انا مرضى السكريين يلي هن بدهم ياكلوا حلو، في عندنا محليات يعني ممكن تكون اقل مثل الاسبرتام، لكن المرضى اللي فعلا بدهم ياكلوا حلو انا لازم اضبط سكرهم. هذول المرضى عاده بحبوا ياكلوا حلو، فانا مضطر اعطيهم جرعه انسولين سريع قبل تناول قطعه الحلو لحتى ما يرتفع سكرهم اكثر من اللازم. بشكل عام الحميه مطلوبه، تناول الاعشاب قد يفيد، لكن نحن ما بنعتمد ابدا على الاعشاب في ضبط سكر الدم. انا ما والله بلتجئ للاعشاب واكل ترمس على سبيل المثال، او اكل اتناول اعشاب وزهورات او يعني مشروبات معينه في سبيل خفض السكر، لانها كلها لا تخفض سكر الدم بالشكل المطلوب. نعم. دكتور كمان بما انه نحن عم نحكي عن الحبوب المنحفه، في حبوب ايضا تستخدم لخفض نسبه السكر بالجسم، وبنفس الوقت عم يستخدموها كثير من الاشخاص يمكن لخفض الوزن، بياخذوها يمكن بنسب مختلفه بين كل شخص وثاني، كمان هذا الشيء شو اضراره اذا نحن استخدمنا لحتى ننزل السكر بالجسم ونخفض الوزن بشكل دوائي بدون وصفة الطبيب؟ الدواء الرائع في هذا الموضوع يلي هو الميتفورمين، هو يستخدم في النمط الثاني من السكري وفي بداية الداء السكري، وهذا الدواء له دور رائع جدا في ضبط سكر الدم، لأنه هو بيزيد محسسات المستقبلات للأنسولين وبيخلي الأنسولين يلي بالجسم فعال، وبيساعد على خفض الوزن إلى حد ما، فهو دواء مفيد ورائع جدا في إنقاص سكر الدم وفي إنقاص الوزن بنفس الوقت. له طريقة معينة لايتها؟ هو موجود ونحن نعطيه بشكل أساسي لكل أو لأكثر من 80-90% من مرضى الداء السكري، وعياراته موجوده، في منها 500 و1000 ملي جرام، وفي منها مديده، هي ما فيها خطوره ابدا ابدا، وهي مفيده للعضله القلبيه، مفيده للقلب طبعا. نعم. نحن دكتور بدنا نقول لك كل عام وانت بخير، وان شاء الله سنه جديده بتحمل لك كل النجاح والصحه لك، واكيد بنتشكر وجودك معنا باخر ايام 2020. شكرا لك. شكرا كثير لكم. شكرا لك مره ثانيه دكتور، فعلا نحن دائما بنكون سعيدين بوجودك واطلالتك معنا، شكرا لك. تسلمي وشكرا كثير لكم، وان شاء الله هيك كل عام وانتم بخير، انتم ونحن وكل بلدنا. شكرا وانت بخير.